في القمة 35 للاتحاد الإفريقي، قدم ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مضامين تقرير الملك محمد السادس حول تتبع تفعيل المرصد الإفريقي للهجرة في المغرب. تقرير العاهل المغربي يرتكز حول ثلاث رسائل أساسية، في مقدمتها تأثيرات الجائحة على أوضاع المهاجرين في القارة الإفريقية. إن إفريقيا تواصل تكبد خسائر كبيرة، سواء تعلق الأمر بالهجرة أو بالجائحة. وفي الواقع فقد كان للجائحة تأثير كبير على الهجرة، لأنها لم تحد من الهجرة، على الرغم من التباطؤ الطفيف المسجل على مستوى ارتفاع أعداد المهاجرين الدوليين. وقد كان لظاهرة الهجرة تداعيات اقتصادية واجتماعية، حيث ساهمت في تفاقم هشاشة أوضاع العمال المهاجرين. الرسالة الثانية لتقرير الملك محمد السادس تهم تفعيل المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب، مرصد إفريقي تتمثل أهميته في إيلاء أهمية كبيرة للمهاجرين وتكريس أسس التعاون بين المغرب وإفريقيا حول إشكالات الهجرة المتعددة. الرسالة الثانية لتقرير الملك محمد السادس تهم بتفعيل المرصد الإفريقي الذي تتجسد أهميته على ثلاثة مستويات، أولها المغرب، وثانيها إفريقيا، وثالثها التعاون بين المغرب وإفريقيا. إن المرصد الإفريقي للهجرة نابع من رؤية محمد السادس حول الهجرة في إفريقيا، وقد شق هذا المقترح مساره المؤسسي داخل الاتحاد الإفريقي بفضل جهود المغرب لتهيئة الظروف اللازمة لتفعيله. قدرة القارة الإفريقية في القيام بدور ريادي في مجال الهجرة وفق أسس ميثاق مراكش جانب بارز من تقرير الملك محمد السادس حول تفعيل المرصد الإفريقي للهجرة. الرسالة الثالثة لتقرير الملك محمد السادس تتمثل في قدرة إفريقيا على النهوض بدور ريادي في هذه الحوكمة الجديدة للهجرة التي يسعى إليها ميثاق مراكش. وعلى الرغم مما يقترن بالهجرة الإفريقية من صور سلبية ومفاهيم وتصورات اختزالية، فإن التقرير يبرز أن إفريقيا متموقعة باعتبارها فاعلا أساسيا في تنفيذ ميثاق مراكش. تقرير الملك محمد السادس أبرز أن المرصد الإفريقي للهجرة في المغرب يشكل تجسيدا مباشرا لميثاق مراكش، خاصة على مستوى جمع واستخدام البيانات الدقيقة لتوظيفها في إعداد السياسات القائمة على المعرفة بالوقائع. كما أكد التقرير أن تدبير الهجرة لا ينبغي أن يقترن دوما بإدارة الطوارئ، بل يجب أن ينظر إليه بعين المسؤولية والتضامن، وألا يظل حبيس المنظور الأمني البحت.